أنا ليا ما يقل من 5 6 سنين، ممكن أكثر، ما عندي مكتب، ما عندي مكتب كذا لايك أجلس عليه. خلاص ظهري من جد قاعد يتعذب، ما عندي محل أقدر أجلس فيه وأمنتج زي الناس. Today is the day حروح واشتري مكتب. المحل اللي ححط فيه المكتب اللي هو في غرفة الخياطة in this area. طبعاً حتنشال القفوص حق التنثسايفة وهذا الـ air purifier، فحينحط المكتب هنا عشان جنب الأفياش من عارفة وزي كده. ويصير من اليوم ورايح لما من يوم ما أصحى من النوم خلاص أبدأ يومي، أبدأ الشغل، أجي على هنا حركة إنه أشتغل على السرير وأنا من سطحة ماني قاعدة أنجز حاجة. I know you have despised me since the very first moment we met. Okay, مبدئياً شفت هذا option لكرسي المكتب، لسه ما وصلت منطقة المكاتب، بس هذا حلو يعني لين بس مو مرة لين، قاسي بس مو مرة قاسي، وأهم شيء اليد هذه، فهذا option. صدقوا عجبني ده بس عشان التوب مرة حلو، وكمان فيه له تخزين مرة كتير، أحس أبى شيء له ظهر أكثر من إنه شيء زي كذا بس. بيسكلي جيت على الفاضي يعني، اوكي مو مرة على الفاضي، ما في مكان امشي، زحمة زحمة زحمة، حتى ماني قاعدة اتفرج زي الناس. حرفيا الكرسي والديسك اللي صورت لكم هو لانه المحل كان فاضي، فقدرت انه اوقف واطالع من عارفة. فتحت الويب سايت ولقيت مكتب شوية عجبني، شايفين شكله، لو طلعت مقاساته كويسة ومناسبة حاخده وحاشوف لي برضه كرسي وحطلب اونلاين. خلونا نرجع البيت دحين نسوي الطلب مع بعض، ويصير اول ما يوصل نركبها ونخلص فقرة المكتب عشان الواحد يقدر يشتغل براحته. Good morning besties. كنت مرة قاعدة افكر كثير يعني، اعاد ترتيب الغرفة الف مرة في راسي. الخطة الاساسية قلت لكم اول انه ححط المكتب هنا عند الافياش، بس بعدين قلنا المكتب حقي فيه ظهر حيغطي الافياش، فغباء لو بعدت على هناك. هناك في ثلاجة عشان احط فيها يعني سناكس مشروبات وزي كذا، فحيصير كذا يضايق، فهمت؟ حيصير المحل ضيق، ففكرت اني احطها في هذاك الكورنر في وسط الزحمة هذه. المكتب حيكون تقريبا من هنا لهنا، وتحت هنا في فيش، فاقدر يعني اشبك لابتوبي وانا اشتغل وزي كذا. بس الخطة كانت حقتي انه هنا بحط دولاب عشان احط فيه لكل هذه الشحنات، بدل ما هي زي كذا اجمعها في كل محل. حسيت ممكن عشان نكون اذكى المكتب على هذاك الجدار، وهنا احط الدولاب حق الشحنات سواء كان طويل او قصير او whatever. هذه برات الموية حشغلها، وهذه طاولة القهوة حاشيلها، يا اما اي حاحط فيها المكاين حقتي الزايدة، او بي لو لقيت للمكاين مكان تاني مثلا فوق الدولاب حق الشحنات خلاص هذه حتخلص منها، ويصير آلة القهوة وهذه البات حقت القهوة خلاص تنحط فوق التلاجة، ويصير هذا يسحف كذا وهذا دولاب وهذاك مكتب، فيصير بالعكس مرة مساحة أكثر. بس اليوم اللي حنسويه حننظف ده، الأشياء اللي أحتاجها حأدفها على الجهة هذيك، الأشياء اللي ما أحتاجها حأرميها، نفضي المساحة عشان نبدأ نركب المكتب. يا let's start. Oh my god خلصت كل دفي بالضبط 5 دقائق. يعني كنت اقدر ارتب هذا المحل حرفين 5 دقائق، بس كنت يعني مستثقلته. اوكي خلينا نبدا نسوي. هذا اسم المكتب حقي، والله خطوات مره كثير. You love this? You love doing this? Yeah. You're filming? Yeah. حاجة ما أفهمها في منولة، أنها كيف تقدر تقرأ تعليمات؟ بتقلي صور ما تنقرأ. منال منال منال، إيش هذا يعني؟ من جد أصعب حاجة ممكن في حياتي إنه تخليني أركب دولاب ولا حاجة. That's how we're different, yet we really love each other. يلا أنا ماشية. تخيلوا من أول قاعدة أتكلم وطلع الكاميرا ما كانت قاعدة تصور. آه يا قهري، بس يلا تسكر. Oh
اوكي جايز، بعد تعب وبعد مساعدة من السما بيسكلي المكتب صار جاهز، بس باقي الرجل الثانية اللي هنا. لحظة الحقيقة. وي وي وي. مرة عدت فترة طويلة من آخر مرة اشتغلت على هذا المكتب، بس كنت قاعدة أسوي أشياء ثانية صراحة وأشياء مرة مهمة. لو لسه ما شفتوا الفيديو اللي في قناة الخياطة رح أشوفوه، مرة حبيت النتيجة النهائية. أوكي زي ما أنتوا شايفين بيسكلي خلصت من المكتب الأساسي، ركبت كل الأدوات من الدولاب، بس بيجي هنا أحط الأرفف وتشيز هذي في رفان كده جوا، ويصير بعد كده أبدأ أفك الكرتون اللي فيه البارت حق اللي من فوق، وتشيز هو البارت اللي متحمس عليه، أحط ديكوريشنز وأشياء فوقه. يلا نخلص، مرة متحمسة. جايز يمكن عدى شهر من اخر مره اشتغلت على هذا المكتب، حرفيا خلاص معتمده على هذا وجالسه عليه، وهذا كل شويه بعد من محل لمحل، والجزء المفروض يتركب فيه حق السبوره قاعده عادي يعني اكتب فيه وعايشه حياتي، بس هو على الطاوله ماني عارفه ايش بي، خلاص بخلص حرفيا، بس بقي هذا السبوره تنحط هنا واركبه هنا وخلصنا، بس ماني عارفه ايش بي قاعده ااجل كل شويه، بس الله ما علينا دحين حيخلص اليوم ان شاء الله، حيخلص ان شاء الله. خلص المكتب والحين تجي الفقرة الأهم، ترتيب وكذا ديكورات وأشياء. أهم شيء هحطه وأول شيء هحطه درع اليوتيوب، هذا الدرع حق قناة الخياطة 100,000، ودحين احنا وصلنا 400,000 وشوية، إن شاء الله نقدر نوصل 500,000 قبل نهاية هذا السنة، فسوي سبسكرايب لقناة الخياطة، كمان سوي سبسكرايب لهذه القناة عشان بقي لنا كمان شوية ونوصل 100,000 يصير عندنا درعين. عشان وين اشتغل هنا وابنتج واتعب اقول يا الله مرة تعبت وانا طالع في الدرع، اقول worth it. في هذه اللوحة رسمناها انا وصاحبة ريتانا مرة من زمان، انا رسمت دي عشان 10th يعني، وهي رسمت دي الضفدع، بس اخذتها الاثنين من عندها عشان قلت لها خلاص انا بحطها غرفة جديدة مع فوزي كذا، الين دحين ما حطيتها في المحل، فحابة احطها ما عارفة احطها من الاثنين ولا احط واحدة، لانه كذا احس ابى انوع في الاشياء الموجودة، او ممكن اعلقها. ايش رايكم لو اعلق كل الاشياء يصير هنا اقدر احط اشياء ثانية، ايش رايكم؟ خليني اسال ماما دقيقة. ماما انا احس الان خليها عقب، احس انك لما تخلصي وترتبي الاشياء يمكن تغيري رايك، تكوني جيتي خرجتي الجدار، يمكن احول لا اسوي كذا، فهمتي؟ فيكون الجدار خلاص اتعب كذا؟ ايوه، ومن هنا ومن هنا حطي نفتات صغيره، صبار، اشياء، بس اشياء حقيقيه لانه انت عندك شمس. ما حاحط صبار حقيقي وتنتسف يجي يمسكوه؟ عيب عيب عيب، ما حيقلب يا ماما، احسهم غبي. في اشياء حطلبها اونلاين؟ سيب سايفا ليه ما تسمع كرام لما تكلم معاك، ها؟ طالب فيه ليه ما تسمع كرام لما تكلم معاك؟ في أشياء حطلبها أونلاين وفي أشياء حاخذها من المحل. أبغى أجيب المات حقت الطاولة اللي تنحط فوق الطاولة، إيش بتسوي؟ أبغى أجيب المات حقت الطاولة حقت المكتب عشان لا ينعدم أو يصير فيه حاجة، خلاص يصير هذه المات من فوقه عشان نحاول نحافظ على الديسك لأكثر يعني وقت ممكن. بعد كده أبغى أشتري تيرف، وهذه اللي ترفع اللابتوب فوق عشان يكون بدل ما إنه أنا منتج وطالع زيكا تحت، يصير أطالع في مستوى يعني في مستوى عيني، وتكون رقبتي مرفوعة ما تكون زيكا طول اليوم. لو رفعته حيكون بعيد علي الكيبورد والماوس وزي كده، فبرضه مفكر أشتري كيبورد و ماوس خارجي عشان يصير كذا الكيبورد قريب من يدي بس اللابتوب فوق.
كمان أبى أشتري نبتات طبعاً كلها صناعية عشان لا يأكلوها تنتسايفة. هذا مو مهم بس يعني وأنا كنت أتفرج في بنترست شفت أكثر مكتب فيه له هذه الساعة الديجيتال شكلها صراحة مرة كتكوت ومريح للعين فاهمين يعني أنا ما أحتاج أشوف الوقت اللي فيه مع جوالي مع اللابتوب يعني في الوقت بس حلو منظرها حيكون ففكرت أجيب واحدة وأحطها في رفوف اللي هنا. وبالنسبة للألوان أبغى أخذ إلهام من اللوحة حقت تنت like موف بينك وأزرق. أوكي let's go. هحط لكم الروابط تحت لو عجبتكم أي حاجة من الأشياء اللي اخترتها. أوكي قاعد يقول لي إن الطلب يوصل 12 أكتوبر اليوم 28 سبتمبر سو دام أسبوعين فت أوكي أشوفكم بعد أسبوعين. Guys خلصت المكتب oh my god مرة شكله يحمس للشغل. هذه الثانية ما نعرف نحطها الأولى حطيتها هنا كذا يعني بين الزرع الثانية لو حطيتها هنا يعني ما في شيء جنبها حسي أنا لازم شيء ثاني طويل. قاعد أفكر ممكن خليه فاضي للبلانر حقي راح بيته. خليني أوريكم رياكشن ماما. عرفت ايش احط دقيقة اوه ماي جاد عندي هذه الكاميرا ولونها مرة متماشي. هذه وصلتني هدية من زمان عشان كذا ما فتحتها علي oh. My God نفس لون الموف اللي في ال... Oh my God Oh my God it's meant to be ايش رايكم؟ خلينا دي مامو سمو في نبتة في شمعة في تين في ساعة مرة حلوة. I'm so proud الصراحة بالمكتب. لو عندكم أي اقتراحات كمان تانية أو أفكار أو أشياء عشان أحطها في المكتب let me know. مخلص من جد حقيقة حمسني أسوي باقي أجزاء الغرفة فدحين ما نعرف إيش أسوي. I'm so excited I'm so excited. أحس حنرجع في سلسلة تعديل الغرفة وبقوة هذه المرة إن شاء الله وألتزم وأخلص كل الغرفة قبل تخلص هذه. أوكي ما حد بقول قبل تخلص هذه السنة بس اكتبوا تحت في التعليقات ايش الشيء اللي اسويه في الفيديو الجاي ولا تنسوا تسوي لايك اشتركوا في القناه واشوفكم في الفيديو الجاي باي. تنسي من بسكوت انا حروح اكمل شغلي على مكتب الجديد